السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ جانا فيديو جديد، حلقه جديده عن محاكي المزرعه. نعتذر عن كون صار لنا فتره منيحه ساحبين، يعني تقريبا شي اسبوع ما نزلنا فيديو لانه النهار ما عاد يخلص. فلذلك هون انا اليوم راح اول شيء اعمله اللي هو الشيء المهم، اني ركب بيت او احط بيت الي مشان اقدر اشوف، لان هيك مشكله اذا ضل عبفته الليل والنهار هيك يعني من دون ما اشوف شيء قدامي. فلذلك راح ادور على شيء مكان نحط فيه البيت وننام فيه، يعني تصير مكان النوم. عرفتوا علي؟ فهمتوا شلون؟ هلا انا مثل ما انكم شايفين من فوق زودت المصاري لانه بدي اشتري. اوهو ليش هيك اللعبه؟ مين عنده كمان متقطش لعبه مثل عندي؟ انا مثل ما انكم شايفين المصاري وين صارت؟ هون المصاري. وين رقم المصاري؟ مو مبين علي. المهم هون هاي 62 مليون اشتريت، حطيت مصاري كتير مشان مثل ما علمتكم امس بزمان. المهم مشان ما اوجع راسي بالمصاري ابدا، لان احنا ما يلغي انه المصاري وجمع المصاري، نحن غايتنا نتسلى. تمام. طبعا مثل ما انكم شايفين هلا اشتريت انا هاي الارض. في عندي هون شقفتين، هاي ايش فيها؟ ليش هات عموات؟ ليش حاط لي اياها يعني هيك مطالع لي اياها وحاط لي اياها في نص ارضه؟ يعني شوف انه ودي انا اشتري كل الاراضي بس ما بدي اشتريها كلياتها، بدي اترك شيء جزء هيك برا مو ملكي نستفيد منه. طبعا هلا المعامل صارت اغلبها لي. طيب هلا راح اروح انا هون. وين مدينه؟ مو صارت هون؟ لا هون، هون المدينه بشوفها يعني كنت اشتريت هي. المهم هون او هون ما بعرف، هلا راح اشوف انهي افضل ونروح هنيك ندور على مكان نحط فيه البيت. لا هي والله نسيت يا زنش. مين عنده هيك اللعبة بتقطش بتضل تكبس الزر بساعة حتى ياخذ القمر؟ ايش بهي الارض؟ ايش هيك محفلوحة؟ اوه بذبلون. انا زارع هذا القزم ونسيت ازرع هذا القزم، يا لغباء المفرط. المهم هلا خلينا مندور على شي مكان منحط فيه البيت. هو البيت صاير كبير يعني شوي، او خلينا نسرع شوي الوقت. طبعا مثل ما انتم شايفين حاليا بلشنا نسرع الوقت، بلش يطلع النهار يعني شوي شوي. تمام يعني هلا بما نوقف الوقت يكون ريال تايم يزقد. هلا اول شيء لازم نحطه بدي احطه البيت، بس وين بدنا نحطه؟ هون مصيبه. ايش رايكم بهذا المكان؟ بس هذا المكان يخرب من ورا. والله شايف هذا المكان بومباستيك هون معلم، ان شاء الله بينحط معي. تعال نجرب نشوف. طبعا البيت انا اشتريت مود او رحت ركبت مود هذا البيت، شوف حقه 25 الف بيت صغير يعني. في هذا البيت كمان، وين انا؟ والله بيركب معي له. تمام هون ان شاء الله ما نندم عليه. لا خلص رجعني. وين البيت؟ ليكو البيت وش قال دينيز. بس البيت حلو ها يعني، صح رخيص وهيك نعنوش يعني، بس البيت جميل يعني. طلعوا حتى يعني غرفة وحدة، تعال نشوفه من جوا هيك نسوي لنا دور عليه من جوا. صار فيه سليب يعني منيحة. في عنا هون طاولة وكمبيوتر ومطبخ، وهون مثل الفرن او مثل نقي الطبخ عليه، وهون في عندك مثل طاولة ما بعرف شان ايش، هون طاولة السفرة، هون طاولة الشغل. وين ما حكى لنا؟ اتوقع هو في طابق تاني فوق له؟ والله ما له شيء. المهم ننام فيه. المهم صار عندنا بيت هذا هو هون. تمام؟ هاي نقطة مهمة. هلا خلينا نروح. توني هلا اكتشفت شغلة. وين التراكتور اللي بيزرع؟ مو هاد. ولا هاد. هذا هو ليكم. ها هي الماكينة قدامي. في انتبهتوني على جزء بالارض مو مزروع، فراح اروح ازرعه وارجع بسرعة يعني. الله يسترنا يعني. بنروح بنعبيه ونرجع. وطبعا بعد ما نعبيه ونرجع في شيء عم بفكر فيه اعمله، ما بعرف اعمله ولا ما اعمله. اين الارض كانت؟ الارض رقم 8 صح؟ الارض رقم 8.
هلا بنروح الارض الدرام 8 بنحط التراكتور بنشغله، وبعدين بنسرع شوي الوقت، او مو نسرع الوقت، نروح نشوف ايش المعامل ايش ما بدها، يعني يوم هيك بس تحضير هيك لاني صار لي سحبه فتره طويله يعني، بنظبط الوضع نظبط لكم اياه. وبعدين لك صحيح نسيت اجيب المحراس، بس ما بدهم محراس. والله بده محراس ولا ما بده محراس؟ والله وبده حرس بالبلوين، يعني مرت الجاي لازم نحرس عليه بالبلوين. تمام هيك اتوقع الوضع ذهب. خلينا نتاكد انه عم يزرع. تمام الوضع ذهب معلم. طبعا مثل ما كانوا شايفين شوف شلون هون بده بلوين، بده بلوين، بده تنظيف. هون في عندي شوية وود. ايش هذا الاصفر؟ الاصفر انه عم ينزرع. تمام الشيء المطلوب بعدين انا احط له وود. تمام مو وود، ليم ليم. بس شوفوا انا هون في غلطة جدا كبيرة، انه سويت الارض بشكل طولي او افقي. تمام ولازم اسويها انا بشكل عمودي، كان افضل بالانتاجية والشغل يعني تعرفون افضل. طيب هلا بنروح هلا بنجي نحن هون على التراكتور. طبعا حكينا انه نحن رح نزرع بطاطا وشوندر سكري، وش كمان كان بدي؟ بطاطا وشوندر سكري وبده طبلات. هلا الطبلات اتوقع انه نشتريهم شري، يعني ما خرج انه نصنعهم او في مكان هيك بصنعهم. شوفوا هلا هون في طبلات. هلا هون شضل بده؟ بده بطاطا. طبعا هون بده بطاطا وهون بده شوندر سكري. شو بدنا نشتري بطاطا وشوندر سكري؟ طيب شوفوا في عندي اقتراح خطر في بالي. طيب خلينا نشوف العقود. مو العقود من هون، من هون راح اشيل اللي بدي اياه، بس هذول كلهم ما بدي اياه. هون شيل، هون شيل، هاي شيل، هاي شيل، هاي بدنا بطاطا وهي وهي شيلها وهي شيلها وهي شيلها. لا هاي اتركها، لا هاي شيلها، هاي اتركها. شوف هلا هون رح يبين معي ايش الاراضي اللي فيه. في رقم ارض 11 فيها شوندر سكري. نايس نايس نايس. بعدين نستاجر الارض رقم 11، ايش رايكم؟ هي بينها وهال، اوه هي خالصة مية المحصول فيها معلم. طب تعال نشوفها. بس هو عم بيحكي لي انه لازم نزيل التراب. هو مزبوط لازم نزيل التراب. ما طب انا بقول لك تعال نروح بالعقود يبين معنا الارض رقم 11. بده حرث، بده يحرثها. ما استفدنا شيء. هون بده نزرع البطاطا. هلا عني لا ازرع لك بطاطا ولا اوجه راسي. طيب انا بدي اروح اعبي هاي مازوت لانه صار معي مصاري كتير، فرح نحتاج نعبي بالماكينات مازوت. صحيح نسيت اركب مود المازوت. طيب رح اطلع اركب المود وارجع. تمام تمام وهلا رجعنا اللعبة مثل ما انكم شايفين، صار نزلني قدام البيت، بيتي الجميل. وهلا بنروح على اللي كنا عم نشتغل فيه. والله التراكتور خلص شكله. طيب خلص خلينا نسوي له تدويرة وبعدين بنروح. طبعا ركبت المود تبع الكازية وركبت مود تاني هلا بتشوفوه. ما بعرف اذا يزبط ما يزبط، ما بعرف، هلا بنجربه ونستكشف ايش رح يصير معنا. تمام ما بعرف انا اشتريت شوب شكله تركب غلط او في مشكلة. طبعا الاثنين شوفوا هي ايدها من هون، فيعني الوجه هيك، فاذا هي لازم يكون بالعكس. بس ليش ركبت هون ما فهمت انا. طبعا بس خلينا نشيل وحده من هون. اوكي مين هلا خلصنا. بعد ما زبطنا كل اشي طبعا خسرنا نسحقها مباشر، بس لانه ايش عم بصير. هاي في غلط شكله باللعبه صاير جديد. المهم خلينا نعرف نظبطها بس. تمام فورا عبى هو كلياته، انا بس مشان اعبي هاي الدبه مازوت. طبعا خلينا نعبيها مازوت. طيب هلا ايش بدنا نروح نسوي؟ هلا مثل ما طبعا انا التراكتور ما بدي اياه سيبه، قلت لكم انا مشان الشوب صح. انا في شيء راح اشتريه وينها؟ لايك عليك عليك.
طبعا هاي انا بحبها، ليش حبيتها من زمان يعني، انه سريعه جدا يعني بتساعدني بشكل جدا كبير. هلا بدنا نركب لها تريلا بحيث انه تفيدني بعمليه النقل، الطرود، بعمليه نقل اي شيء راح نحتاج نقله، مثل تريلات تعبئه فريغ، شغلات اللي بتعرفوا يعني انتوا المطلوب، الشغلات اللي راح نطلبها كلياتها راح نحتاج لها. راح ادور لنا شيء تريلا مناسبه لانه يعني شوفها لشوف ميزتها انا اللي حبيتها اكثر شيء فيها. شوفوا يعني بثواني بروح وين بدي، مو مثل هذيك بتعذب اركب التراكتور يعني. هلا ممكن اركب تراكتور وخليه يمشي وراي واطلع هيك على الطريق هذا يعني، اذا بده يدوب الميدوب ما بعرف، بس بيوصل. شايفين شلون؟ هلا بنقدر نحن نسوي لفه على الارض كلياتها. طب مثل ما حكينا انه رح نزرع بطاطا وشوندر سكري، دورنا على العقد ما لقينا، فحاليا رح ادور على شيء عقد او شيء مكان او شيء ارض نقي لنا شيء ارض هيك حلوه وتكون مبدا بلوين، لان البلوين مشكله والله مشكله. شايفين شلون انت هلا؟ هلا خلينا نصف خشك مين. طبعا انا ليش جيت لهون؟ بدي تراكتورين او ما بدي تراكتورين، طلع اول بالك انا في شيء ثاني في عندي، هذا المحراس رح ناخده طبعا قبل ما نمشي، بس خلينا نشتري نشوف ان الارض المناسبه عندي من اراضي او شيء مكان نزرع فيه شوندر او اللي هو يعني، فهمتوا علي؟ خليني اركب. طيب تمام، هلا نشوف الاراضي تبعتنا. طبعا هلا انا ايش املك اراضي؟ حلو. دم 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 دم. المشكله اللي بتطلع كميه جدا كبيره من الشوندر السكري. هلا شوفوا الارض ايش انا املك من هون؟ الحمد لله ما املك ولا ارض زراعيه، ما املك غير هاي الارض الزراعيه الوحيده وهي الارض الزراعيه، الباقي ما املكه كله مشاريع فاضيه. نايس تمام. الاربعه رح نزرعها بطاطا تمام، ناخذها تمام ورون نزرعها بطاطا ونشوندر سكر. وين حطه شوندر السكري؟ وهون الشوندر السكري. تعرف ليش الشوندر السكري هون؟ لان الشوندر السكري ماكيناته كبيره، فهمتوا شلون علي؟ فعمليا انه بيكون الارض شو مزروع فيها هلا؟ صحيح ما هن مزروعات فاضيات هيك ابولولو يعني. ايوه يديمها كويس. طيب تمام، فبدي اروح اول شيء نحرس الارض رقم 7 لانه هي اقرب، بنروح نحطه على الحرس وبين ما اروح اجيب ماكينه اللي بتزرع الشوندر السكري نشوف اين ماكينه مناسبه او اذا بدها مودات بنركب لها مودات، المهم نحاول نجهزها ونظبطها تمام. هلا بنروح من نحرس هاي الارض والارض رقم 4، فهمتوا شلون علي؟ مع انه التراكتور لازم يجيبه، تعرفوا ليش؟ لانه التراكتور له شغله ثانيه. بس يلا كويس عادي. هلا مو هذا كويس مشان الحرب؟ اي كويس. هذا اساسا اخذته انا لا 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 طول بالك، انا لازم يلا عادي نفس الشيء. كل الدروب تودي على الطاحون. هلا من هون المفرق على اليمين. يب. هاي ليك هالارض الصناعه. والله بينت الارض كبيره شوي ها. طب خلينا نفتح. انقلها روحي. احرسي. محروسة نايس تمام. معناته بنروح على الارض رقم الثاني اللي فوق هي، بنروح لعندها. شو هذا المكان؟ جاني فضول ادخل عليه. شو مخازن؟ اي والله مخازن تحت الارض. واو. What this is
اول مره اشوف اللعبه فيها مخازن تحت الارض، شفتهم من برا بس قلت الشهاد. واو جد واو، حلو عجبني، عجبتني الفكره تبعته. هيك مثل طبعا ما في غيره هذا المخزن. والله في هذا مخزن ثاني ولا له باب ثاني يعني؟ بس ما له باب ثاني يعني، عنده مخزن ثاني يعني. او ماي جاش، مخزن ثاني، نايس والله حلو، عجبتني عجبتني الفكرة جدا صراحة. يعني أول مرة بشوف مخازن تحت الأرض. طيب هلا المهم نروح نحرس الأرض رقم مش قد أربعة، مو أربعة، يس إنها قاضية جارتي. طبعا هلا اكيد هديك تعبيت مازوت، لسه عم تعبي طلع الرقم المصاري، شلون فوق عم بيطير. طبعا ما صرنا شي مبلشين باللعبة، صار خسرنا تقريبا شي 6 مليون تخيلوا. بس بيتعوضوا يعني، الاراضي بتتعوض يعني، ما هي شغلة عظيمة. طبعا في شي هون ناقص، لانه التراكتورات الثانية في يكون هيك شي اصفر قدامها بالوجه. شوفوا هي مالها شي اصفر من قدام، ما بعرف ليش او شو هي النقطة الفارقة. طبعا هاي سيارتي واقفة هون، انا حطيتها وراح اخذها معي. وقف 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 وقف، يمكن بس اتوقع انه هون بدها فلاحة. تعال نفتح الماب يبين معنا اذا بدها فلاحة ولا لا. لا ما بدهاش فلاحة، مو هي هي. الأرض ما بدها فلاحة، جاهزة الأرض. شوف كل الأراضي مفلوحة جاهزة، يا الله. طيب خلينا نسكر ونروح نحط هاي هون ونصفها هون، بعدين نجي ناخذها. وقف انت، تعال شوف يرشحنا. بنروح الشوب حاليا نشتري ماكينة لزرع زرع البطاطا، وبنشوف اذا بنحتاجها بنجيبها ولا لا. مع انه لازم اجيب انا وحدة من هاي يعني، بس يلا الله بنشوف شلون بنظبطها. عيني على السرعة، سرعة وثبات، شي بومباستيك. دخلنا معلم، دخل بتاع خلصني. قالت معلم ايش في عندك، عرض لنا ماكينات يزرعوا بطاطا او شوندر او ما بعرف ايش بدك. خطينا اول شيء، اول شيء خلينا نزرع الماكينه اللي بتزرع الشوندر، لان الشوندر بحسه اسلس بالزراعه لانه مو مثل البطاطا على القلب. هلا البطاطا هي تمام، شوفوا هي بتزرع وهي اللي بتحط البذور وبتحط كل شيء تمام. طبعا في هاي نوع تاني بتزرع متر ونص، هاي 6 متر، اوف والله كبيرة 6 متر بالضبط، كويس نايس. طبعا هاي بدها تزرع لست متر صح؟ طبعا هلا بنجرب، ما بظن انه تزرع 6 متر، يعني 6 متر كبيرة ما، بس لا والله 6 متر ممكن. تعرف ليش؟ يعني 6 متر حبيبي، بدها 6 متر. بس عرض الماكينة 6 متر تقريبا، عرض التراكتور 6 متر، انا هيك اتذكر يمكن، يعني مو بعرضه عرض بشوي 6 متر يعني يطلع. والله ماني متذكر يا زلمه، ضيعتنا. طيب على كل حال، طبعا اكثر زراعه هي اللي بتقرف هي البطاطا، نايس. طيب هلا نحن تقريبا تقدر تقول جهزنا للبطاطا، ونروح نزرعها، نبلش نحط الزراعه وننهي الفيديو. الفيديو الجاي بنشوف شوندر السكري، بنشوف اذا في مودات تانية يعني، في شغلات اركبها نتركها لفيديو جاي، لانه صار الفيديو صراحة جدا طويل يعني، ما اكثر من بقعة طول يصير هذا يعني. هلا انا صرت مسجل شي ساعتين، الله بختصر لكم منه، بضل لكم 20 دقيقة منه 30 دقيقة. انا في شغلات كثير صورتها صراحة على الفاضي، فمجبورين انه نقص منها، عرفتوا شلون؟ نعتذر صراحة منكم عن سحبة، مو سحبة يعني، هو صاير في عندي شوية مشاغل بالحياة،
تعرفوا انتو ان شاء الله يعني بنحسن لكم الجوده بنحسن لكم كل شيء، ويعني وعم بفكر اجيب دركسيون. والله صراحه ما عم بستمتع بدون دركسيون، لما عم بشوف هدول الجماعه اللي عم بيلعبوا بالدركسيون بيلعبوا العاب اي لعبه، يعني في العاب كثير بيلعبوا بالدركسيون، جد هيك بتحمس انه بلعب بالدركسيون. ان شاء الله هيك، بس الله رزقني شيء 600 دولار بشتري دركسيون، طبعا حقه 440 دولار بس لحتى يوصلني ويدخل تركيا راح يوصل ل 600 دولار. فادعوا لي هيك الله يرزقني من اوسع ابوابه، يعني قول والله هيك الله يرزقك ويبعت لك مصاري هيك وتشتري اللي بدك اياه، انت تستمتع ونحن نستمتع معك هيك كأننا عم نلعب، يعني عرفت شلون؟ نقدم لكم فيديوهات تصير والله حلوه. والله جربها لو طبعا. هي المشكلة الأكبر هي مو بالحصد صراحة، أو مو بالبذر مثل ما يقولوا، المشكلة الأكبر هي تبعتها بالحصد. طب في عنا تركتور تاني، هذا قصر. أيوه لا لا ما خلص، والله الله يجبر مصيبتك أنت يا التركتور، أنا انقهرت عنك. طبعا هذا المرش اللي ركبناه طلع شلطه فاضيه. طب على كل حال المهم، بس اتوقع هي لازم تعبت ماء. تعبت، شوف شو صار، صرفت ربنا مازوت 119,000 مازوت. والله والله كثير لو. ليش معلم ليش؟ بس ابشر لعيونك معلم، عم نجيب لك بطاطا. ها قولي ما في بطاطا، عم فضي هي هون وينها؟ ما فيها كرباج. شوف المازوت هون بيفضى بسرعة خالص. معقول خالص؟ لا يا زلمة بس 5,000 لتر. والله بس 5,000 لتر، والله فكرتها تاكل شي 50,000 لتر. هلا هون المازوت بدنا نفضيه. اي كان هون؟ لا نيك اكيد، لا هون المي. طبعا بعد ما بحثنا 3 ساعات ونص بين معي انه لاحقا انه هي للمي. هون برضه لا، الله يبقى قلبي اكيد لا. وين فضي لك موضوع هون معلم؟ اتوقع هون؟ ما اتوقع هون كمان. ها عم والله مصيبي. وين فضي لك مي؟ عم على هالمبنى هذا دوخني. المهم ما راح ادور هلا على مي على المازوت، والمحل ما يتفضل مازوت. نتركها لفيديو الجاي بنشوف وين. لا هو ما بده مازوت، هو بده بس طبله. بده سكر ومي وطبلات، ما بده مازوت. صح ما بده مازوت. تعال تعال روح يا امشي امشي عمو امشي، هو ما بده مازوت. فلذلك الفيديو الجاي ان شاء الله بنكمل لكم ايش راح يصير معنا بالمزرعه. وبس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.